لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين. مولانا سعودة على باب واقفين، لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين. مولانا سعودة على باب واقفين، لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين. مولانا سعودة على باب واقفين، لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين. مولانا سعودة على باب واقفين، لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين. مولانا سعودة على باب واقفين، لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين. مولانا سعودة على باب واقفين، لا من يرحم لها سواك يا أرحم الراحمين. يوم حزين آخر في تاريخ الصحافة الوطنية والإعلام الوطني، لأننا اليوم فقدنا أحد أهم أبرز رجالات الإعلام الوطني، أحد أبرز مؤسسي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ظروف تاريخية كانت عصيبة جدا لا يستحملها إلا المناضل الحقيقي. والفقيد مصطفى العلوي كان من الرعيل الأول رفقة القادة الكبار عبد الرحمن اليوسفي، عبد الكريم غلاب، وعلي يعتا وغيرهم كثير من الذين بادروا بإنشاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وظل عضوا في هذه النقابة وظل نشيطا وفاعلا فيها إلى أن لقى ربه مطمئنا. مصطفى العلوي هو تجربة إعلامية متميزة في ظل التجربة الإعلامية المغربية، كان له أسلوبه الخاص في العمل الصحفي. لا أعتقد أن أحدا من المغاربة لم يكن يقرأ لمصطفى العلوي، لأنه فقيد مصطفى العلوي كان يكتب بالتحليل وبعمق وبالمعلومة الوفيرة جدا وبالأسلوب السلس السهل الممتنع. وبالتالي اليوم محطة أخرى من المحطات الحزينة اللي كان فقدوا فيها هذا الرجال، واحد الجيل اللي مثل مرجع مهم للحركة الوطنية والعمل الإعلامي. بالأمس القريب كان السي مصطفى ليزناستي، وقبل منه كان الفقيد العربي مساري، وقبل منه عبد الكريم غلاب وعبد الجبار السحيمي وباهي والقرشاوي. وبالتالي هذا الجيل آخذ في الانتهاء، فلذلك يلزم أن نشعر بكثير من الحزن في هذا اليوم، لأننا فقدنا رجل في حجم الفقيد الكبير مصطفى العلوي رحمه الله. على كل، أنا عرفت الراحل أولا كمحامي، يعني أزرته في ملفات الرأي الذي اعتقل بسببها، فهو كما عرفته دائما جسور في كتابته، الكلمة تخضع له ويستطيع أن يؤولها كما يريد. كانت له قدرة كبيرة على تأثير على الوضع السياسي وعلى الرأي العام السياسي من خلال كتابته. ثم عرفته كصديق ثم كسياسي، وكانت نقاشاتنا طويلة، رغم أنه ينزعج كثيرا مني لأنه لا أراه كثيرا، وحدثني وحدثته كثيرا لما كان معتقلا، كما أنني حينما كنت أرافع دفاعا عنه لا في المحكمة الابتدائية الرباط ولا في محاكم أخرى، كان كثيرا ما يناقش مرافعتي. خسرت فيه الصديق، وخسرت فيه الصحفي، وخسرت فيه السياسي النبيه الذي همه الأساسي هو البحث عن المعلومة وتبليغها إلى الرأي العام. كانت له قدرة كبيرة على التصرف في اللغة العربية قصد التأثير في الرأي العام وقصد تشكيل حضور إعلامي كبير. رحيله سيشكل فراغا كبيرا للجسم الإعلامي في المغرب، وسيبقى أحد أعلام الصحافة في المغرب، وسيبقى كذلك أحد رموز الدفاع عن حرية التعبير والدفاع عن موقفه وعن رأيه السياسي. تعازينا لعائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. اليوم رحل عنا قيدوم الصحفيين المغاربة وكذلك والعرب، أحد مؤسسي الصحافة والإعلام بالمغرب. غادي نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبرنا والله يصبر العائلة دياله
ولله ما أخذ ولله ما أعطى. الله يصبرنا ويصبركم كذلك حتى أنتم إعلاميين، الله يصبرنا ويصبركم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا مصطفى العلوي تغمده الله برحمته، ومن قيدهم الصحفيين، رجل وطني كان يحب وطنه ويحب ملكه ويدافع دائما عن الوحدة الوطنية والوحدة الترابية. لقد فقدنا رجلا من رجالة الدولة، نسأل له المغفرة والرحمة. سعيد الريحاني، رئيس تحرير جريدة الأسبوع الصحفي. ببالغ الحزن والأسف تلقينا صباح هذا اليوم خبر وفاة الأستاذ والقيدوم وزعيم الصحافة المستقلة ومؤسس جريدة الأسبوع الصحفي. إنه يوم حزين في تاريخ الصحافة الوطنية، يوم حزين أن نفقد المؤسس ومربي الأجيال وزعيم الصحافة المستقلة في المغرب، زعيم الكلمة الحقة، رجل المواقف، الرجل الذي كنا نهابه، الرجل الذي روض الكلمة وجعلها مروض القلم وجعله مهيب الجانب. رحم الله أستاذي ومعلمي والرجل الذي علمني أشياء كثيرة، الأستاذ مصطفى العلوي رحمه الله. الله يرحمه ويسهل عليه، والله يدينا ليه مسلمين، والله يرحم جميع أموات المسلمين. شكرا. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.